طب حبلص يعني ايه؟ حبلص ده ممكن يبقى واحد ذكي، الواد ده حبلص برنس جامد يعني. حلبيس بقى اللي هم مجموعة من الأذكياء. طب معانا تليفون من حد. واحد حبلص قد الضحك. لا ده واحدة. واحدة بنات ها؟ بقى. وأنا واحد. واحد ولا واحد؟ نقول ألو؟ أنا الخلبوس يا ربيع. حلبص. ده معانا حلبص الشهير بتوته. ازيك يا توته؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور عمرو؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. انت احكي لي بقى حكايتك ايه مع علي ربيع؟ والله حكايتي مع علي ربيع اتكتب فيها كتب كتير. اهم ثلاث سطور في اول فصل في الروايه احكي لي. لا انا وربيع صحاب بقالنا مثلا 10 سنين من 2010. زمن بجد يعني، الحمد لله وربنا يديم المعروف ما بيننا يعني. وربيع يعني اخويا بجد والله، مش بالكلام طبعا، هو عارف الدنيا ما بيننا عامله ازاي، وربنا يديم المعروف يا رب. ايه الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش عن علي ربيع في حياته الشخصيه معاك، في علاقته بيك؟ لا والله العظيم ربيع مش بيتصنع خالص يعني، حتى لما بيطلع في البرامج هو ربيع يمكن بيتكلم اكتر، لكن في الحقيقه ربيع ما بيتكلمش كتير. ده اللي الناس ما تعرفوش يعني، هادي جدا، ما بيتكلمش كتير. بيحب ياكل بيتزا اكيد، قال لكم طبعا يا بيه جبنا له بيتزا يا بيه وكلها يا بيه، ولسه هيكملها بعد الحلقه ما تخلص. نكملها مع بعض بقى علي لما ترجع. طب قول لي ايه نقطه ضعف علي ربيع؟ البيتزا. لا والله والله ربيع يعني ما فيش اللي هو نقطه ضعف، بس فعلا هو بيحب البيتزا جدا. طب ايه عيوب علي ربيع؟ عيوب علي ربيع على يعني ما والله بجد فعلا ما بيننا ما فيش الحاجات دي يعني، ممكن بس يكون ايه بيتاخر شويه يعني، يديك معاد ويتاخر سنه، بس مش اوفر يعني. يعني سنه قد ايه يعني؟ 4 يجي لك 6 مثلا؟ لا 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 الصراحه ممكن 4 يجي لك 4.5 مثلا. ده كويس قوي، ده هايل. يعني انا احسن بالنسبه لي 4 دي يعني 4 يعني. هو ممكن يجي 4.25 4.5 كده بس. توتا ايه بالنسبه لك بقى؟ لا والله توتا صاحبي فعلا من 10 سنين كنا مع بعض في مركز الابداع. وهو يعني احنا مثلنا عملنا مع بعض فيلم وبنعمل التاني اهو مع بعض. وتوتا من الناس الطيبه والشخصيات العسل، ودمه توتا بيموتني من الضحك مثلا. فانا بحبه جدا وصاحبي يعني. يا توتا ربنا يديم المحبه اللي بينكم والاخوه، لان احنا الحقيقه جبنا سيرتك وهو بيحبك قوي، وواضح ان العلاقه بينكم اكتر من الاخوه والصداقه كمان. اه طبعا. منك مبسوط اني سمعت صوت حضرتك حبيب. ويا رب دايما كده في نجاح وتألق يا دكتور عمرو. اخبار البيبي ايه؟ طمني اخبار البيبي ايه؟ الحمد لله والله. بقى عنده 3 شهور دلوقتي؟ شفت ازاي انا عارف، فاكر ازاي؟ انا قابلت حضرتك في اليوم ده. مظبوط. حبيبي ربنا يبارك لك فيه يا رب، ان شاء الله يبقى قرة عينك. ربنا يخليك حبيبي يا دكتور، ربنا يخليك. مبسوط اني سمعت صوت حضرتك، وان شاء الله حلقة حلوة بقى عشان فيها علي طبعا. طبعا يا حبيبي، وفيها انت كمان يا حبيبي، ربنا يخليك. حبيبي مع السلامة حبيبي. طيب في